السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا عن الجلوكونيوجينيسيس. الجلوكونيوجينيسيس قبل ما نفوت فيها بدنا نراجع شوية أشياء كنا حكيناها بفيديوهات سابقة. حكينا بفيديوهات سابقة إنه نورمالي بعد ساعتين لساعتين ونص من تناول الوجبة الغذائية من أخذنا للميل اللي فيها الجلوكوز، معدل الجلوكوز بيرجع ينزل زي كأنه الشخص فاستنج، زي كأنه صايم. طيب بهاي الحالة جسم الإنسان بتعامل مع هاي الحالة عشان يرجع نسبة الجلوكوز طبيعية في الدم. طيب شو بيعمل؟ أول عملية بعد 3 ساعات من تناول الوجبة الغذائية بتكون عملية الجلايكوجينوليسيس، اللي هي تحويل الجلايكوجين لجلوكوز. بكسر عنا الجلايكوجين اللي هو الستورج فورم للجلوكوز، بيحوله من جلايكوجين لجلوكوز. طيب بهاي العملية بنحصل على 100 جرام من الجلوكوز، طبعا هاي غير كافية، مشان هيك بيلجأ الجسم إلى مصادر أخرى لتصنيع الجلوكوز، فبنلجأ لعملية اسمها عملية الجلوكونيوجينيسيس. عملية الجلوكونيوجينيسيس رح نشرحها بطريقة كتير مبسطة وسهلة. شو يعني جلوكونيوجينيسيس؟ بداية جلوكو يعني جلوكوز، نيو يعني نيو، مصدر جديد أو طريقة جديدة، جينيسيس برودكشن يعني إنتاج، فهي عملية تصنيع الجلوكوز من مصادر جديدة. المصدر تبع الجلوكوز المتعارف عليه كربوهيدرات، إذا مصادر جديدة بتكون نون كربوهيدرات. فالجلوكونيوجينيسيس هي عملية تصنيع الجلوكوز من نون كربوهيدرات سبستريت. مثل شو؟ يعني من نون كربوهيدرات سبستريت نحصل على الجلوكوز. مثل شو هاي النون كربوهيدرات سبستريت؟ مثل اول اشي هن اللاكتيت. اللاكتيت هو عبارة عن نورمال برودكت من الان ايروبيك جلايكوليسيس، عملية تكسير الجلوكوز الجلايكوليسيس بطريقة ان ايروبيكس، نحصل في منها على اللاكتيت. طيب شو كمان عندنا؟ البروبيونيك اسيد او البروبيونيت، واللي هي بنسميها شورت شين من الفاتي اسيد، ايضا بتساعدنا على الحصول على الجلوكوز. والجليسيرول، الجليسيرول بيكون مخزن في الاديبوس تيشو على شكل ترايجليسرايد، بيكون مرتبط مع 3 فاتي اسيد، فهاي منها ايضا بنحصل على الجلوكوز. الجليسيرول تنويها هو عباره عن كحول سكري، فبنقدر نحصل منه على الجلوكوز. تمام، هلا السايت اوف جلوكونيوجينيسيس، مكان البروسيس تبعت الجلوكونيوجينيسيس بتتم بميجر الميجر سايت لها اللي هو الليفر. سمول اماونت من الجلوكونيوجينيسيس بتتم في الكيدني، فالميجر سايت لها هو الليفر، ونسبه بسيطه منها بتصير في الكيدني. اوكي هلا خلينا نحكي كيف بتتم عمليه الجلوكونيوجينيسيس. بداية الجلوكوز هو عبارة عن C6H12O6. لما نكسر الجلوكوز وتصير عملية الجلايكوليسيس بنحصل على بايروفيت. البايروفيت واللي هو بتكون من 3 كربون، إذا كل وحدة جلوكوز بتعطيني 2 بايروفيت، لأنه الجلوكوز الوحدة فيها 6 كربون، فإنه البايروفيت فيها 3 كربون، فإنه كل وحدة جلوكوز بتعطيني 2 بايروفيت. هلا هذا البايروفيت بينتقل معنا الى الميتوكوندريا عن طريق سبيسيفيك كارير بروتين، يعني بيجي هذا البايروفيت وبفوت لهاي الميتوكوندريا. تمام، بالميتوكوندريا بيلاقي انزيم بنسميه بايروفيت كاربوكسيليز. هذا الانزيم اللي هو اسمه بايروفيت كاربوكسيليز اللي داخل الميتوكوندريا بحول لي البايروفيت الى اوكسالو اسيتات. طبعا هاي العمليه بتحتاج ATP. اوكي هلا الاوكسالو اسيتات بيطلع برا الميتوكوندريا وبيروح للسيتوبلازم. طيب هلا داخل السيتوبلازم، هلا هو طلع من الميتوكوندريا، هاي اذا بنلاحظ هون سيل ميمبرين، هاي السيتوبلازم وهي الميتوكوندريا، بيطلع البايروفيت من الميتوكوندريا الى السيتوبلازم. بالسيتوبلازم بيلاقي انزيم اسمه فوسفينول بايروفيت كاربوكسيكاينيز. هذا الفوسفينول بايروفيت كاربوكسيكاينيز بيحول لي الاوكسالو اسيتات الى فوسفينول بايروفيت. هلا بعدين شو بصير عندنا؟ الفوسفينول بايروفيت بيتحول الى فركتوز 1,6-بيس فوسفيت. الفركتوز 1,6-بيس فوسفيت بمساعده من انزيم اسمه فركتوز 1,6
بس فوسفاتاز بيتحول لفركتوز 6 فوسفات. الفركتوز 6 فوسفات بيتحول الى جلوكوز 6 فوسفات. بعديها الجلوكوز 6 فوسفات بمساعدة من إنزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتاز بيتحول إلى جلوكوز، وبالتالي بنكون حصلنا على الجلوكوز من مصادر نون كربوهيدرات. تمام، هلا خلينا نحكي عن شو هم المصادر اللي بنحصل منها على الجلوكوز. اتفقنا انه البروبيونات، البروبيونات حكينا هو عبارة عن شورت شين من الفاتي اسيد. هذا البروبيونات بيتحول لسانسيال كو اي، والسانسيال كو اي بتدخل للكريبس سايكل بتعطينا الاوكسالو اسيتات. هلا مدام حصلنا على الاوكسالو اسيتات، هاي الاوكسالو اسيتات داخل السيتوبلازم بتكمل لي السايكل للاخير لحتى نوصل للجلوكوز. طيب فيهن ايضا اللي هو اللاكتيت، اللاكتيت اللي حكينا عن النورم انه هو النورمال برودكت من الان ايروبيك جلايكوليسيس، من عمليه الان ايروبيك جلايكوليسيس. هاي اللاكتيت بتلاقي لاكتيت دي هيدروجينيز، هذا الانزيم اللاكتيت دي هيدروجينيز بحول لي اللاكتيت لبايروفيت. مجرد ما حصلنا على البايروفيت، البايروفيت بتدخل داخل الميتوكوندريا وبعدين بتتحول لاوكسالو اسيتات وبنكمل السايكل. بالنسبه للجليسيرول، الجليسيرول بيكون قاطع شوط كتير كبير. الجليسيرول بيتحول لجليسيرول 3 فوسفات. الجليسيرول 3 فوسفات بتتحول الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفات، داي هيدروكسي اسيتون فوسفات. الداي هيدروكسي اسيتون فوسفات بتتحول الى فركتوز 1,6 بيسفوسفيت. الفركتوز 1,6 بيسفوسفيت مثل ما حكينا من بتلاقي عنا انزيم اسمه فركتوز 1,6 بيسفوسفيتاز بتحولها لفركتوز 6 فوسفيت، من فركتوز 6 فوسفيت لجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز، وبالتالي بنكون حصلنا من الجليسيرول على الجلوكوز. وبهذا بنكون انهينا الفيديو. بتمنى انه يكون فاتكم واستفدتوا منه وسهل لكم عملية الجلوكونيوجينيسيس وبسط لكم اياها بطريقة سهلة يعني مبسطة. وبتمنى انكم تتابعوني دائما بفيديوهات تانية، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا كثير لمتابعتكم.